عرف بحبر الأمة وفقيه العصر، غزارة علمه كانت السبب وراء تسميته ببحر العلم. اجتمعت له كل أطراف المجد من قرابة وصحبة وعلم وإيمان. هو صاحب الذاكرة القوية والإجابة الحاضرة إذا سئل عن العلم، فهو الأستاذ الأوحد لأول جامعة إسلامية. امتلك فنون الحوار وفطنة الإقناع. لقاؤنا اليوم عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، المتسائل دائماً والفاحص أبداً. هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله. ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، ونشأ في بداية عصر النبوة، فلازم رسول الله وروى عنه الأحاديث. كيف ارتبط الصحابي عبد الله بن عباس بالنبي منذ ولادته؟ ودور الأم كان إيه؟ لما وجهت ابنها الكريم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى ملازمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نال حظا كبيرا من العلم ومن الدعاء أيضا، حتى إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده ملازما له أراد أن يخصه بنصيحة، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل مشاركة وملازمة وقرب الصحابي عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم تأثير كبير في تكوين شخصيته تربوياً علمياً اجتماعياً وعلمه كمان؟ كان القرب دوت يعني خلاه يعني يتعلم منه حاجات كتير جداً، خلى أنه يقتضي به ويمتثل لأوامره في كثير من الأمور، حتى أن الصحابة كانوا بيسألوه بعد كده في الأمور ديت علشان يجدوا عنده الإجابة. كثير من كتب التاريخ والروايات ذكرت أن الصحابي عبد الله بن عباس اجتمعت له كل صفات وكل أطراف المجد من علم وقرابة وإيمان. كيف امتلك هذا المجد؟ مجد القرابة يعني فهو يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المجد التقى كان يعني تقيا ورعا فقيها عالما زاهدا بكاء، حتى يعني من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى كان يعني أصبحت له أخدود في خده مجرى للدموع. كان ابن عباس رضي الله عنه من الغلمان المحبين والمقربين للرسول، وقد حظى باهتمام كبير في صغره، وقد أثر ذلك بالطبع على بناء شخصيته وتكوين فكره وعلمه. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم للناس. كيف تعلم سيدنا عبد الله بن عباس من النبي العلم، وكيف نقله إلى تلاميذه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يتوضأ، فسيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يسارع بتقديم الماء الذي سيتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يفعل هذا ابتسم عليه الصلاة والسلام ودعا الله وقال: اللهم علمه التأويل، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. هو ذكر أن النبي دعا له أكثر من مرة، مرتين كمان في الفقه والتأويل. نعم، فهو يذكر هذا على سبيل الفخر والاعتزاز. وصل سيدنا عبد الله بن عباس إلى مكانة عالية بين الصحابة رغم صغر سنه، كيف صنع من شخصيته المكانة العالية دي وتأثير النبي أيضا في هذه الشخصية؟ كان عمره لا يتعدى 8 سنوات، وكان يتسم بالفطنة والذكاء والحكمة، وكان حريص جدا على تعلم العلوم، يعني في علم التفسير مثلا هو المفسر والفقيه وعالم الأنساب وعالم يعني لغات العرب، وهو الشاعر، يعني تعلم كل ذلك وهو في سن الشباب. سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل السبل والطرق، وبذل من أجل تحصيله كل الجهد، فظل ينهل من معين الرسول حتى وفاته، وبعدها اتجه إلى البقية من علماء الصحابة. كيف
كيف كان يتعامل مع العلماء والأدباء والمعلمين؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان في مجلس مع سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وسيدنا زيد بن ثابت انتهى المجلس وبدأ يتحرك للعودة إلى منزله، فماذا يصنع سيدنا عبد الله بن عباس؟ يأتي فيمسك بزمام الناقة ويجر زمام الناقة لسيدنا زيد بن ثابت تبجيلاً للعالم، تبجيلاً وتوقيراً لهذا العالم الكبير. فيقول له سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى أتفعل هذا وأنت ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له سيدنا عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني تعلم من النبي كيف يعامل العلماء. نعم. ثم يقول له سيدنا زيد بن ثابت بعدما يمسك بيده ويقبل يده ويقول له وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضاه في نفس الموقف، أدب متبادل بين سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد بن ثابت. هل كمان كان عنده تنوع في أيام الدراسة؟ كان يخصص بعض الأيام، يعني يوم للفقه، يوم للتأويل، يوم للشعر، يوم للمجازي، يوم من أيام العرب. فهو كان عنده يعني تبحر كبير جدا في العلوم عامة، العلوم الدنيوية والأحاديث النبوية الشريفة والفقه، إلى جانب أنه يروى عنه أنه لم يوجد أحد سأله في سؤال إلا وأعطاه إجابته، ولم يحضر عنده طالب علم إلا وخضع له. شاب في مقتبل العمر وفي سن صغير وأصبح لديه هذا العلم، وبل أصبح كمان له جانب إداري عالي ووصل لدرجة أنه يكون مستشار للخليفة، إيه هي المؤهلات اللي تأهله لده؟ سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يعني يأخذ هذا الفتى الصغير ليكون مستشارا مع أهل بدر، وأهل بدر هؤلاء شيوخ وكبار الصحابة، ولكن كانه يعني وهذا نموذج أيضا للاهتمام بالشباب ويعني القيادات الشبابية وتوظيفها واستثمارها والانتفاع بها والإفادة منها. فكان سيدنا عبد الله بن عباس مستشارا لسيدنا عمر بن الخطاب في الإفتاء وفي المسائل الدينية وفي الأخذ بالرأي، حتى حينما اعترض عليه بعض الصحابة أن هذا فتى كيف يكون وسط هذا هؤلاء الكبار، فقال لهم هذا هو فتى الكهول، له لسانا يعني سؤولا وقلبا عقولا. بفضل علمه وحكمته أصبح ابن عباس في وقت الخلافة الراشدة مستشارا للخليفة على الرغم من صغر سنه. هل كان وصل لمرحلة أن يكون هو الأستاذ الأوحد في وجع البيت وجامعة للمسلمين؟ يروى عنه أنه فعلا بنى أول جامعة إسلامية لما كان هو في بيته بيستقبل الطلاب، وحتى أنه هو بيقولوا أن موكب العلم الخاص به كان يعني أكبر من موكب الحج. دايما كانوا يفتخروا بمجلس العلم الخاص بعبد الله بن عباس، لأنه بيقولوا حتى الشوارع كانت بتبقى ضيقة ومحدش بيعرف يعدي فيها، وأثناء درس العلم اللي هو كان بيعطيه للطلاب بتوعه. كان ليه جانب إداري قوي جدا وتولى كمان عدد من المناصب الإدارية ورفض برضو بعضها، هل كان ليه هنا منهج في الإدارة؟ الدقة كانت من سمات سيدنا عبد الله بن عباس، حتى يعني قيل أنه كان في الحديث الواحد يسأل أكثر من 30 صحابي في الحديث الواحد، وهذا ينوم على الدقة والتحري والتدقيق. أيضا كان يتصف بالحكمة، يعني في وقت الفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدنا معاوية بن أبي سفيان كانت له دور، يعني كان له من الحكمة أن يجتنب هذه الفتنة قدر الإمكان. هل وصل لمرحلة أن هو المؤهلات دي كلها تخليه مستشار للخلفاء؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اتخذه من ضمن مستشاريه عندما كان يمر بأي معضلة في الحكم أو في يعني أي حد له مسألة كان يجتمع بالمستشارين. أبى في تولي ولاية الشام لكنه ذهب إلى موقع آخر. قيل أيضا يعني كان يعني ولاية البصرة أو إمارة البصرة ده شيء يعني من المعتاد، لكن ولاية الشام يعني ده منصب كبير ومنصب قد يثير في النفس بعض الضغائن أو بعض يعني الأمور الأخرى، لكن ولاية البصرة أو الولايات الصغيرة ده كان شيء يعني معتاد. توفي الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بالطائف والأشهر عند المؤرخين في السنوات 60 من الهجرة وهو ابن 70 من عمره، ليرحل صاحب مجالس الخير بعد أن ملأ الدنيا علماً وفقهاً وحكمة.